فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبابنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بأسعد بحضراتكم في هذا البرنامج اليومي أهل الذكر، كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بيسعدني تواصلكم على الأرقام الموجودة على الشاشة لنتعلم ديننا. وأنا قلت قبل كده وبأكرر أن نحن نتعلم من هذه الأسئلة والاتصالات المطروحة، تفتح لنا آفاق العلم خصوصا مع علمائنا الأكابر. معنا أحدهم الذي أحبه في الله وأشرف بتواجده معه، فضيلة الدكتور متولي البراجيل. مرحبا دكتور. بارك فيك. أهلا وسهلا. جزاك الله خير يا أستاذ مصطفى. الله يسعدك. جزاك الله خير. من الأسئلة الواردة للبرنامج سؤال عن حكم بيع الكلاب، وهي بقت ظاهرة منتشرة في محلات وفي أسواق لبيع الكلاب، خصوصا الكلاب أنواعها كثيرة جدا. وفي نفس السؤال بيسأل السائل، عندنا هم مربين حمام أو طيور يعني في عشة فراخ أو شيء من هذا القبيل في مكان معين في البيت، ففي قطة بتأكل هذه الطيور وهي صغيرة أو كده، حاولوا يعني يبعدوها في أي مكان، عرفت المكان ورجعت، فها حكم قتلها أو يحطوا لها سم زي ما بيقول في تفاصيل السؤال. تفضل يا دكتور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. بالنسبة للسؤال الأول وهو بيع الكلاب، نعم، الجمهور على عدم جواز بيع الكلاب، ووردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ثمن الكلب خبيث، وعدة أحاديث في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الكلاب. يبقى جمهور أهل العلم على عدم جواز بيع الكلاب بكل أنواعها، كلب صيد أو كلب حراسة أو غير ذلك، فالجمهور على ذلك. لكن الحنفية لهم رأي أنه يجوز أن تباع الكلاب التي ينتفع بها، اللي هي كلاب الصيد وكلاب الحراسة. واختلفت النقول يعني عن في مذهب الإمام مالك. طيب، احنا الحقيقة عندنا حديثين. حديث عند الترمذي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. نعم. وحديث عند النسائي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب أو عن بيع الكلب إلا الكلب المعلم. طيب الترمذي لما أخرج هذا الحديث أعله وقال لم يصح، لكن هناك من أهل العلم من صحح هذا الحديث، ومن المعاصرين الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وأيضا حديث النسائي إلا الكلب المعلم أيضا صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وفريق من أهل العلم، فقالوا إن النهي هو على العموم، ويستثنى ما ورد في الحديثين المذكورين هو كلب الصيد والكلب المعلم. لذا وجدنا أن الشوكاني عليه رحمة الله والألباني وعليه رحمة الله وغيرهما أجاز بيع الكلب المعلم أو كلب الصيد. إمام الطحاوي وهو حنفي وأحد أعلام المذهب الحنفي قال إن النهي على العموم نسخ بعد ذلك بالأحاديث التي فيها جواز بيع الكلب المعلم وكلب الصيد. يبقى خلاصة المسألة أن المسألة عند جمهور أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم، ليجوز بيع الكلاب. طيب إن احتجت إلى كلب معلم أو كلب حراسة مع عدم جواز الشراء أو البيع، فأنت هنا يبقى لحالة اضطرار تقدر الضرورة بقدرها، فالإسم على البائع وليس على المشتري. وعلى قول الحنفية وما مال إليه الشوكاني والشيخ الألباني عليهما رحمة الله
أنه يجوز بيع الكلاب التي هي استثناها المشرع والله أعلم. كلاب اللي بيستخدمها البوليس أو الشرطة في الكشف عن المخدرات، ما هو نعم. دي كلها كلاب معلمة. أيوة دي كلاب معلم، هذه كلاب معلم. القطة اللي بتاكل الطيور بقى نعمل فيها إيه؟ أما القطة التي تأكل الطيور فكل ما يؤذي الإنسان يدفع بالأقل فالأكثر. بمعنى يعني أنا أخذ القطة اللي بتاكل الطيور، الأقل اللي أنا أخذها وأذهب بها إلى مكان بعيد وألقيها، مش أطلعها بره ترجع لي، وده في سيارة، وأذهب بها إلى مكان بعيد في صحراء في بلد أخرى، واحد مسافر خد دي معاك، حتى لو هو ميكروباص خد دي معاك يحطوها في حاجة، خد دي معاك ويدوله فلوس، وهو مثلا في بلد أرياف قرية من القرى يجيبها لمكان آخر، يبقى هكذا دفعنا أذاها ولم نقتلها. طب هب أننا لم نستطع ولم نتمكن، يجوز أن تقتل إن كانت تؤدي إلى أذى لا نستطيع أن نتحمله والله أعلم. أو يحكموا المكان اللي فيه الطيور ده بشكل، في وسيلة كذا. أيوة وسيلة نعم. ده صحيح. لهذا الأمر. أخونا أبو محمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. أهلا بك. أهلا وسهلا. سلامنا الشيخ متولي ورفعنا الله بعلمه. أمين. بارك الله فيك وعليكم. تفضل. يعني أمانة طمنون على الأستاذ أحمد نصر يعني والشيخ شعبان درويش وجميع مشايخنا يعني على الهوا كده. كلهم بخير إن شاء الله بإذن الله، والأخ أحمد كويس بخير، والشيخ شعبان يدعو له ربنا يتم عليه الشفاء ويرجع تاني للبرنامج إن شاء الله بإذن الله، وكل المشايخ يحتاجون منكم الدعاء. إن شاء الله نخلص على وجه الله إن شاء الله. أمين يا رب العالمين. سؤالي في الميراث. في الميراث؟ آه. تفضل. توفي رجل وترك زوجة وولدين وبنت وثلاثة بنات لابن متوفي. نعم تمام كده، هي المسألة كده خلصت. فمن يرث ومن لا يرث، أو توزيع الميراث يعني كالأنصبة. أنا أعرف طبعا ذكر مثل حذر الأنثيين، لكن سؤالي في علته اللي هم ثلاثة بنات لابن متوفي. تمام. فضلت الشيخ هيجاوبك حن. ماشي. بارك الله فيك. شكرا أبو محمد. نعم. أنصبة الميراث في هذه المسألة. الزوجة ترك زوجة ولدين وبنت. نعم. وثلاث بنات لابن سبقاه بالوفاة. نعم. هنقسمها الأول على حسب التقسيم الشرعي، أن أبناء الابن المتوفى في حياة أبي لا يرثون. يبقى عندنا المسألة من زوجة وذكور وإناث، بس زوجة لها السمن وللذكر مثل حظ الأنثيين، باقي الميراث للذكور والإناث لأنه ما ذكرش أب ولا حاجة، دول الورثة. طب على الوصية الواجبة أن أبناء الابن المتوفى في حياة أبيه أو أبناء البنت المتوفى في حياة أبيها لها نصيب أبيها أو نصيب أمها من الميراث في حدود الثلث، وهذا هو القانون المعمول به في مصر وفي بعض المحاكم المصرية. في بعض الدول. فعلى التقسيم القانوني فهؤلاء سارسون مثل ميراث أبيهم. يبقى هتقسم المسألة ولدين وبنت، يبقى ثلاثة أولاد وبنت. نعم. ويقسم ميراث على هذا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهؤلاء إن كان نصيبهم هنا لن يصل إلى الثلث فيأخذون نصيب أبيهم، هذا عملا بالوصية الواجبة. نعم. التي يعمل بها في القانون المصري. يعني هم لو رفعوا قضية، هو قال أنا أقسم شرعي. نعم. مش حديهم على وصية الواجبة. ورفعهم قضية فإنهم سيكسبون القضية ويأخذون نصيبهم من الميراث. فأنا أنصحه طالما هم كده كده هياخدوا نصيبهم بالقانون، فأنت من باب الإحسان إلى أبناء الأخ أعطيهم نصيب أبيهم، لأنه هياخدوه بالقانون. والله تمام. بارك الله فيك. أمة الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. آمين وإياك. تفضلي. لو سمحت حضرتك أنا عندي سؤالين. تفضلي. ممكن أوجههم للشيخ؟ ممكن. طيب ماشي. أنا السؤال الأول، ما هو إفطار يوم عمل في رمضان؟ يعني ما هو إيه؟ واحدة واحدة. يعني إفطار يوم عمل في رمضان. عمدا إيه؟ الفطر العمد في رمضان يعني.
جزاؤه ايه؟ طب سببه ايه يا استاذ مصطفى؟ والسؤال الثاني لما نتفرج على طبعا يا عايزه تقول يعني الفطر العمد بدون عذر، حد قادر يصوم؟ عشان تبقى واضحه لان اصحاب الاعذار التكفير، يعني التكفير يعني بتاعه ايه؟ بسبب جماع ولا عمد كده؟ طيب الفطار سببه ايه؟ يعني جماع في نهار رمضان مثلا؟ طيب مثلا عشان كده ايوه شوف حاجه زي دي. الشيخ بسم الله ما شاء الله يعني لمح المساله دي. فلازم نوضح السؤال عشان الاجابه تبقى مبنيه على سؤال واضح. نعم. السؤال طيب الثاني. عايزه بقى، طيب السؤال الثاني، لما اتفرج على التلفزيون المسلسلات او الافلام دي حرام؟ مشاهدة الأفلام والمسلسلات. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك، ولا قلت هندي ولا عربي ولا هتفرق، ولا أنا في المسلسلات الهندي والتركي والدنيا. أم إبراهيم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك. سلام للشيخ متولي. الله يسلمك. الله يكرمك ويبارك فيك. جزاكم الله خير. آمين. لو سمحت يا شيخ مصطفى ده أسئلة. أنا سامعك، تفضلي. توفي شاب وترك زوجة. نعم. وهو فقير. ترك زوجة وإيه؟ زوجة وأب وأم وهو فقير. أب وأم، نعم. والبيت ملك للأب. فما حكم ميراث الزوجة في ذلك في القائمة والمنقولات؟ حكم ميراث زوجته يعني. بارك الله فيك. عندك سؤال تاني يا ام ابراهيم؟ ايوه لو سمحت. اتفضلي. امرأة مطلقة لظروف خاصة. فهل ان كان في شيء في قلبها من ناحية طريقة هل تأثم على ذلك؟ يعني ايه الشيء اللي في قلبها يعني؟ يعني عدم كره يعني. بتكرهه يعني؟ لا ما بتكرهوش، يعني عدم كره. عدم كره، لسه بتحبه يعني، متعلقة بيه. يعني الوقت ما هل تقسم على ذلك؟ هل تقسم؟ بارك الله فيك. حاضر. ممكن سؤال لو سمحت يا استاذ؟ تفضلي، متاح، تفضلي. ربنا يبارك فيك. شاب بيقترض اموال وينفق هذه الاموال في غير مرضي الله، واقضوا عنه كثير اخواته في هذه الاموال ولا يمتنع، وكان بيكتب على نفسه كمبيالات على بياض، وهو الآن في السجن. إخواته يعني فقراء ولا يستطيعون أن يخرجون. يعني بكثر مشاكله وتعدي على أموال الناس. يقسمون على ذلك؟ إيه يعني الجزء الأخير قلت ما سمعتوش. هل يأسمون أن تركوه في السجن؟ عقابا لي. بارك الله فيك. نعم. الله. طيب ناخد أمة الله ونرجع للإجابة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. الله يكرمك. من فضل حضرتك عايز أسأل سؤال. اتفضلي بس علي صوتك شوية بعد إذن. حاضر يا فندم. لو في إخوات ساكنين في بيت واحد، كل واحد بيقتنوا يعني مسكن واحد، كل واحد بشقة في بيت يعني. ايوه بيت عيلة يعني بس. تمام، بس كل واحد في شقة. نعم. كل واحد ليه حياة يعني منعزلة عن التاني. تمام. إذا أخ من الإخوات دول فقد مبلغ من المال وطلب من أخوه، قال له ابنك أخده احلف عليه. فهو قال أنا ما أقدرش أحلف على ابني. أنت تحلف إنه خده وخد المبلغ. فحلف، فدفع المبلغ ده على اساس انه حلف يعني. حلف ان ابنه ما خدوش؟ لا هو يعني هو رفض انه يحلف، انا مش هحلف، انا مش هحلف. انت عايز تحلف وتاخده خده، انا هدفع المال لو حلفت عليه هدفع. تمام. بالفعل عمل كده، وكان بحضور الاخ الثالث ليه، واتفقوا انه لو فقد اي حاجه ثانيه او ماليش علاقه بيه، كل واحد يعتزل حياته ولو ليه حاجه يشيلها كده يعني. نعم. انه مش ملزم باي حاجه تعمل. قعد حوالي 3 شهور وقال تاني مبلغ كبير جدا طلع منه، يعني مبلغ يعني حوالي 10 اضعاف المبلغ الاول. وقال له برضه يا تحلف يا تدفع. فهو يعني دلوقتي بقى في حيره، هو يحلف عن ابنه، هو ابنه عنده 17 سنه. وطبعا هو يعني منع ابنه حتى بصراحه
يقول السلام عليكم حتى ما بتكلمهمش ولا بتعامل معهم خالص. من الموقف ده هو بيتكلم معهم هو ويتعامل معهم بس منع ابنه يتكلمهم خالص. تمام. يتعامل معه. فهو دلوقتي في موقف يا تحلف انه ما اخدش فلوس يا تدفع الفلوس ويا مبلغ كبير جدا. هل دلوقتي هو ملزم باليمين؟ قالوا طب هاتوا بينه. ما قال لا ما فيش بينه انت تحلف في اي وقت. هو ملزم دلوقتي انه يحلف ولو حلف عن ابنه مع انه يعني هو يعني سأل ابنه وتحرر ان ابنه معهوش فيها ابنه في عمر صغير وهو مربيه يعني. تمام. حتى لو معاه المبلغ ده كله ما يحلفه ازاي يعني؟ صحيح. يعني فوق ال 10,000 يعني في العمر ده هيصرفه ازاي؟ مفهوم. فهو دلوقتي لو حلف لو اضطر للحلفان وحلف هل هو مذنب؟ او هو اصلا ملزم بانه يحلف اليمين؟ يعني اي حد ممكن يقول لحد احلف في اي وقت يحلف من غير بينه؟ فهمت سؤالك، ربنا يبارك فيك. حاضر، جزاك الله خيرا. خليني ابدا برضو من اخر سؤال امة الله ده ونرجع للاسئله سريعا يعني. ماشي. موقف الحالف هنا لو حضرتك طبعا معانا في المتابع ملزم انه يحلف لاخوه ان ابنه ما خدش المال او يتصرف ازاي؟ هو دايما يطالبوه بالحلف يعني بشكل عام. حضرتك سمعت المشكله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال النبي عليه الصلاه والسلام: البينه على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي روايه على من انكر. نعم. فهنا الذي ادعى هو الاخ الذي قال ان ابن اخي اخذ المال. نعم. فهو مطالب بالدليل. مطالب بالدليل. اما يعني يثبت ان الولد اخذ. ان الولد اخذ. والولد بالغ. فالولد هو الذي يحلف ولا يحلف ابوه. 17 سنه يعني بلغ. بالغ ومكلف وعاقل. طالما هو عاقل ومكلف وبالغ الولد هو الذي يحلف. فاذا حلف الولد يبقى لا شيء عنده طالما لم ياتي بالدليل. لم يأتي بالدليل. إنما الأب يحلف على ماذا؟ هو ليس بمتهم، إنما التهمة الآن ما بين الابن وعمه. وده مكلف بالغ يعني بالغ عاقل، فيبقى هو الذي يحلف. الولد ده هو الذي يحلف، فإذا حلف يبقى لا شيء لعمه عنده، والله أعلم. يعني المسألة ما تتعلقش بالأب. لا لا، ليس ما يدافعش عن ابنه في المسألة في هو يحلف. سيدافع عن ابنه، ده شيء طبيعي فطري. انما احنا بنتكلم عن الناحيه الشرعيه، ده ولد متهم بالسرقه وهو بالغ. يبقى الذي يحلف هو الولد وليس ابوه. فاذا حلف الولد خلاص يبقى لا شيء للعم. ودفع المال ده عشان يطفئ هذه الفتنه يعني وهو في المره الاولى دفعه. لكن هذه المره المبلغ كبير. لكن ده بقى من باب الاحسان او من باب الفضل لو انه دفع من غير تهمه الى اخيه حتى يعني ايه يهدئ الامور، بدا هو مسابع على ذلك ان شاء الله. نعم. احنا بنتكلم ناحيه الضبط الشرعي. الضبط الشرعي، الله اعلم. الافطار عمد بسبب الجماع في نهار رمضان كفارته. نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الافطار في الجماع في نهار رمضان كبيره من الكبائر، وهذا كفارته عتق رقبه. طبعا لا توجد رقاب الان، يبقى صيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع لمرض او لعله فيطعم 60 مسكينا، هذا على الرجل. المرأة إن طاوعته يعني بهواها يعني لم تكن مجبرة أو مكرهة فهي أيضا عليها كفارة. لكن إن كانت مكرهة على ذلك أو كانت طهرت من حيضها في نهار رمضان يبقى ليس عليها صيام، وأتاها زوجها فتكون الكفارة على الزوج دون الزوج. في حالة انه حصل ان يعني حصل مداعبة، لان الاسئلة دي بترد يعني خصوصا لما بنقرب لرمضان او كده. أيوة. فمهم المسلمين يتحصنوا قبل الدخول في في شهر رمضان يعني. فحصل انه خرج منه المني مثلا يعني. الذي يوجب الغسل. بعض الناس تعتبر ان هو كده انه جامع فمش فاهم يعني. أيوة. فتقول ايه في المسألة؟ لا، من دعب زوجته او قبلها وامن يعني انزل المني هذا افطر، لكن ليس عليه كفارة الجماع. هذا يختلف عن الجماع. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل عائشة رضي الله عنها وهو صائم، لكن كان املككم لأربي. فلذا فرق اهل العلم بين الشاب حديث زواج او شاب عنده لا يقترب من زوجته في نهار رمضان، لانه لا قد يحدث هذا. فهذا يأتي بعليه قضاء يوم فقط اللي هو بسبب الإنزال، ويبتعد عن المداعبة في
في نهار رمضان. يبقى مش كفارة الجماع في ليس الجماع يعيد هذا يوما فقط عليه يوما فقط. في عيلة ساكنين في بيت واحد، وحصل ان في واحدة منهم من الزوجات يعني غضبت وكانت مربية طيور، هذا ما ورد يعني في تفصيل للسؤال، وكان الكل بياكل من هذه الطيور، لكن هي غضبت تركت البيت وهي القائمة على تربية الحكاية، في بعضهم يأكل منها وهي غضبانة يعني من يعتبر هي المسؤولة عنه، بيسألوا هل يأثمون في ذلك أو يعني الحكم في المسألة دي؟ دور ملك لمن؟ ملك لمن؟ وجوزها وابنها كانوا بياكلوا يعني هي اللي بتربي هذا الأمر، والعرف بينهم جاري إنه الكل بياكل يعني. بياكل؟ نعم. لكن هي ملك لها؟ تقريبا كده. لو كانت ملك لها فهذا مالها ويحترم. ولا يجوز الاعتداء على مالها، هناك حرمة في الاعتداء على مال الغير إلا عن طيب نفس. فإن كانت لم تأذن وهذا مالها الخاص بها فلا يجوز، وهذا من أكل الأموال بالباطل. أما إن أذنت خلاص يبقى لو الإذن العام جاري بهذا الأمر وهي مش موجودة عادي يعني. العام كان موجود أيام ما كانت موجودة في البيت، في البيت فتسأل بقى، هي الآن خرجت من البيت غضبانة. طيب. فتسأل هل ما زال الإذن ساريا بعد غضبك؟ لأن في قرينة هنا أن ربما يكون الإذن غير ساري، فتسأل صحيح. في هذا الله. نعم. توفي شاب أم إبراهيم، ده سؤال، توفي شاب وترك زوجة وأب وأم، وهو فقير والبيت ملك الأب، حكم ميراث الزوجة في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه زوجة لم يترك أبناء فلها الربع من الميراث، لها الربع من الميراث، والأم لها السدس والباقي للأب، زوجة وأب وأم. ده هنا الأم لها الثلث، لها الثلث. مسألة دي اللي هي اسمها المسألة العمرية. المسألة العمرية إن زوجة هتاخد الربع، طيب الأم هنا ما فيش إخوة وأخوات هتاخد التلت، فيكون النصيب هنا أكبر من نصيب الأب. فلذا فإن عمر رضي الله عنه حكم أن تأخذ الزوجة الربع، والباقي تأخذ الأم ثلث الباقي، والأب يأخذ الباقي حتى لا تكون الأم أكثر من الأب. ولذلك سميت المسألة العمرية اللي حكم فيها سيدنا عمر. معانا أبو محمد، السلام عليكم. أبو عبد الرحمن، أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله. بعد إذنك سؤال لو سمحت. تفضل. بالنسبة للدعاء عند رؤية الكعبة. الدعاء عند رؤية الكعبة. تمام. هل كل ما الواحد يشوف الكعبة يدعو الدعاء؟ ولا هو أول ما يشوف الكعبة أول مرة؟ يعني مثلا أنا دخلت مثلا عشان أحرم. شفت الكعبة، طبعا في دعاء. خلصت المناسك ومشيت روحت، مثلا جيت مثلا بعد كده أصلي فرض من الفروض، دخلت الحرام لقيت الكعبة قدامي. نعم. هل برضو كل واحد يدعي والدعاء مستجاب، ولا هو أول مرة بس لما الواحد يخش الحرم؟ نعم. ربنا يرزق، شوقتنا أبو عبد الرحمن، ربنا يرزقنا الحج والعمرة وإياكم والمسلمين أجمعين. عندك سؤال تاني ولا خلاص؟ بارك الله فيك وإياكم. أستاذ محمد السلام عليكم. أهلا بيك حبيبي. سمحت عندي ثلاث أسئلة. تفضل بس علي صوتك بقى عشان وجبتك كبيرة يعني. تفضل. حاضر. أول حاجة. نعم. في آية اللي هي والذين هم عن صلاتهم ساهون. عايز اعرف ما هم الذين عن صلاتهم ساهون، لان في شيخ قال لي الذين عن صلاتهم ساهون اللي هم بيروحوا المسجد بعد الاذان. تمام. سؤالك الثاني، ما هو فصل القضاء يوم القيامه؟ ما هو فصل الخطاب؟ فصل القضاء. فصل القضاء. الثالث ان انا بصلي ثلاث ركعات الشبع والوتر. تمام. نعم. وفين بتشاهد واحد. بارك الله فيك يا استاذ محمد. طيب انا عايز اجاوب برضو السؤال الاستاذ محمد ده، لانه يبدو ان هو جالنا السؤال ده وما لحقناش نجاوبه سابقا يعني. بيقول الذين هم عن صلاتهم ساهون، حد قال له ان اللي هم بيروحوا المسجد متاخرين او حاجه زي كده، ما تفسير الايه؟
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى لم يقل الذين هم في صلاتهم سهون وإلا كنا كلنا نسأل الله السلام. نسأل الله السلام وارزقنا الخشوع في الصلاة. اللهم آمين. اللهم آمين. الآية هنا أنه يسهى عن صلاته حتى يخرج وقته. حتى يخرج وقته. لكن هذا ليس مبررا أن يترك الجماعة الأولى. يعني يسيب العصر ينشغل عن العصر مثلا أو أي صلاة حتى يأتي وقت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما التفريط في من يترك الصلاة حتى يدخل وقت التي تليها. فهنا عن صلاتهم سهون هو يؤخر الصلاة بلا عذر حتى يأتي وقت الآخرة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يرقب الشمس حتى تضيف للغروب، يعني تميل كده الاصفرار، فيقوم يركع ركعات ينقرها كده لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني يستنى الشمس هتغرب ده وقت العصر خلاص الحق يقوم والصلاة ليست هكذا. وكان السلف يعزي بعضهم بعضا عندما لا يدركون تكبيرة الإحرام، بل إنه ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان في حائط له بستان يعني نخيل، ولم تكن هناك ساعات وكانوا يعتمدون على الظل، فجاء لصلاة العصر فوجد الجماعة صلت وهم على باب المسجد، يعني شوف يعني حسابه ليه كان قريب، فتصدق بهذا الحائط لأنه أخره عن صلاة العصر. يا سلام. يا سلام. فده على الحد يعني ده ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يؤخرونها عن أوقاتها. طبعا أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها كما جاء في الحديث. سؤاله الثاني ما معنى فصل القضاء يوم القيامة؟ فصل القضاء هو الحكم بين العباد. الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا تبان حضرتك، فالله سبحانه وتعالى توضع الموازين قسط يوم القيامة وتوزن الأعمال، والله سبحانه وتعالى يقتص لكل مظلوم ممن ظلمه حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فهذا هو اليوم الفصل القضاء والله أعلم، يوم التغابن يعني. فنسأل الله السلام. أشكر الشاة التي لا قرون لها فنطحتها شاة لها قرون، فالله سبحانه وتعالى يقتص للشاة التي لا قرون لها من الشاة التي لها قرون، فكيف بالإنسان؟ وحديث يعني فيش حقوق ضايعة يعني. لا فيش حقوق حتى بين البهائم بين البهائم رغم أنهم ستحاولون أن يتراب بعد ذلك. فما بالنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث المفلس بقى اللي هو حتى بعد عبور الصراط يوقف الناس على قنطرة. هذه القنطرة للاقتصاص من المظالم فيما بين الناس. ربنا يسلم يا مولانا. ربنا يسلم يا رب. بيصلي الثلاث ركعات الشفع والوتر بتشهد واحد، صليهم مع بعض ويختم بتشهد واحد، حكم ذلك. في بعض الناس بتصليهم ركعتين لوحديهم وبعدين تختم بالوتر ركعة واحدة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ناحية الأفضل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مسنا مسنا، فإن خفت الصبح أو خشيت الصبح فأوتر بواحد. من ناحية الأفضل، وهذا كان غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام. أما من ناحية الجواز فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد، تشهد الأخير حصل يعني. حصل. وخمسا متصلات بتشهد أخير، وسبعا متصلات لا ورد الصورتان في السبعة. صورة أنه هو في الستة جلس التشهد الأول، وفي السابعة جلس التشهد الثاني، وصورة واحدة في التسع متصلات أنه جلس مرتين، مرة في الثامنة نصف التشهد ومرة في التاسعة. فهذه كل الصور دي صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل صلاة الليل يعني. مسنة مسنة إن خفت الصبح أخشيت الصبح فأوتر بواحد. والله فأوتر بواحد. نعم. الدعاء عند رؤية الكعبة، أسأل الله أن يرزقنا رؤية الكعبة يعني وجها لوجه كده، ويرزقنا الطواف والسعي المقبول يا رب العالمين. هو راح يعمل عمرة، أول مرة يشوف الكعبة أول ما دخل المسجد الحرام يدعو دعاء، صحة هذا الأمر أصلا؟ ثم خلاص قاعد بقى شوف الحرم، فكل شوية عايز يطوف من وقت للتاني، فبيرى الكعبة في كل ما كلما رآها دعا. والله يعني أنا ما أحفظه في ذلك ما ورد عن عمر رضي الله عنه لما قال اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، فهذا كما أعلم موقوف على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فلا أعلم أنه كلما رأى الكعبة دعا، لكن عندما يدخل إلى بيت الله الحرام فهذا موطن دعاء بقى. أنت في بيت الله الحرام فادعو في صحن الكعبة بما شئت، في سجودك أمام أثناء الوقوف أمام الكعبة عند الملتزم
فهذا يعني كله موطن لاستجابة الدعاء. يعني يدعو ما شاء الله له أن يدعو يعني. لكن الارتباط كل ما يشوف الكعبة كده يقوم داعي، كل ما يشوفها يقوم داعي زي لا أعلم. إلا من قول عمر موقوف عليه على ما أتذكر اللي هو اللي احنا ذكرناه. نعم. الله أعلم. أختنا أم إياد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم إياد. لو سمحت أنا عندي بس كم سؤال. تفضلي. سامعينك، تفضلي. بس أول حاجة أنا من أسبوعين كده كان ابني بيعمل عملية، وأنا وزوجي ورايحين يعني عشان ابني يعمل عملية، اتخانقنا مع بعض إيه في العربية وكده، فهو حلف عليا قال لي تحرمي عليا زي أمي وأختي لو بقيتي على ذمتي يوم واحد. قال لك إيه؟ تحرمي عليا زي أمي وأختي؟ لو بقيتي على ذمتي يوم واحد بس ايه لما ابني يقوم بالسلامة. تمام. فانا عايزة اعرف ده ايه يعني، اليمين ده ايه؟ طيب سؤالك التاني. لو في صيام وهو مش هيقدر يصوم. لا لا، انت احنا هنقولك، انت قلت السؤال وهنقولك ونشوف الظروف ايه. طب ماشي، مش عايزة اعرف يعني حتى لو هيتعم مثلا ما يتعم قد ايه. هنقول لك كل ده، بس قولي لنا اسئلتك التانية. وعايزة اعرف البورصة دي حلال ولا حرام، الاشتراك في البورصة يعني. بورصة اوراق المال. والوديعة، ولو هعمل وديعة مثلا حرام ولا حرام ولا حلال؟ حرام. حاضر. وانا كذا مرة وانا كنت في المواصلات يعني بلاقي فلوس ومبلغ، يعني ببقى راكبة مثلا واجي انزل الاقي جنبي مثلا فلوس، مرة لقيت 100 في 200، فانا اعمل فيهم ايه؟ انا مش عارفة يعني. حاضر حاضر اللقطة بقى. حاضر، كل ده هنجاوبك عليه حالا. استاذ احمد، سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. احمد محط. اهلا استاذ احمد، اتفضل. انا مشكلتي يا فندم، كان معايا شغال فترة مع نفسي وكان معايا توك توك واتسرق. مين يعوض عليك؟ واحد جاب التوك توك حرام وانا مرضيتش، قال لي مسروق بس انا مرضيتش. من ساعتها وانا قاعد في البيت، ناس كتير كل ما اجي انزل شغل ما كملتش، ناس بتقول انت معمول لك عمل، ده قال حقيقي ولا؟ هنجاوبك. حاضر ماشي، ربنا ان شاء الله يعوض عليك ويفتح لك ابواب الرزق الحلال يا رب العالمين. والسؤال الثاني. ايوه اتفضل. قول لي بس ما احس ان انا مقرب من ربنا بعيد. يعني بتصلي ولا مكسل في الصلاه يا احمد؟ لا مكسل عشان ما اكذبش عليك. ماشي. يعني كل ما اجي احس ان انا اقرب من ربنا حاجه مش عارف. حاضر يا احمد، ربنا يبارك فيك، انت في كلك خير والشيخ هيجاوبك حالا دلوقتي، خليك معانا حالا. طيب نجاوب، ناخد احمد وبعدين ام اياد سريعا كده. توك توك اللي اتسرق وحد عرض عليه بديل له، فهو طبعا مستحرم. احمد فيه خير، وطبعا حاسس ان كل ما يجي عايز ينزل شغل مخنوق مزنوق نفسيا مش مبسوط، فحد قال له انت كده ايه معمول لك عمل انك انت ما تشوفش حالك يعني. وبيقول في نفس السؤال كل ما احاول اقرب من ربنا الشيطان يبعدني او حاجه زي كده. نعم نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. صلاة. النصيحه ليك يا احمد وانت سامعنا ان تحافظ على الصلاه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والنبي عليه الصلاه والسلام قال اعلموا ان عند الله ينال بطاعته لا ينال بمعصيته. فانت لا تصلي. فكيف سترزق؟ وكيف تيسر لك الامور؟ انصحك أن تستمر في الصلاة في المسجد 40 يوما مستمرة، واتصل بنا بعد الـ40. لو لم تتساهل أمورك بإذن الله يبقى اتصل بنا وقل لم تتساهل الأمور. يا إن شاء الله. ما شاء الله بإذن. باليقين. أنا بفرح بالشباب اللي زي كده بيطرح ربنا يبارك فيه إن شاء الله أمور. يعني هو بيحب ربنا وعايز كده، لكن عايز يتغلب على الشيطان. أسأل الله أن يثبت قلبه على الخير. أم إياد زوجها قال لها للأسف وهم رايحين النوم يعمل عملية، أسأل الله أن يشفيها ويعافيها يا رب العالمين، تبقي اختلفوا يعني تبقي محرمة عليا زي أمي وأختي لو بقيت على ذمتي يوم واحد بس لما الواد يقوم من العملية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا زهار، والزهار
كفارته معروفة إن هو عتق رقبة، طبعا لا توجد رقاب، فيصوم شهرين متتابعين. هي تقول إنه لا يستطيع الصيام فيطعم 60 مسكينا، كل مسكين وجبة مشبعة من أوسط ما تطعمون أهليكم. يعني شوف أنت مش العالي قوي ولا الواطي قوي، شوف الوسط وأطعمه 60 مسكينا. هذا على رأي الجمهور، لكن إن كان هو علق الزهار فهذا يلحق بالطلاق المعلق. طب وضح لنا سيدنا. يعني هو علق قال أنت علي كذا لما يحدث كذا، فلم يظاهرها في الحال وإنما علق الزهار، فيبقى هذا أيضا يقاس على الطلاق المعلق وينظر إلى نيته. إن كان يهدد أو يؤكد فهو ظهار معلق، إلى إن وقع فيه كفارة اليمين اللي هو بقى هنا مش هيطعم 60 لكن هنا هيطعم 10. يطعم 10 برضو نوضح لها شوية، معلش ربما أنا فاهم بس عايزين نوضح. يعني هو دلوقتي اليمين ده تحديدا ما تبقيش على ذمتي، محرمة عليا على أمي وأختي، وما تبقيش على ذمتي يوم واحد بس لما الولد ده التعليق بقى. ده التعليق. هنا يسأل عن نيته. يسأل عن نيتي. زي الطلاق المعلق. هياخد نفس اختاره في الفتوى كلام شيخ اسلام تيمية. ياخد نفس الحكم. ياخد ظهار معلق. فهو العبرة بانت كان قصدك ايه؟ ايوه. انك فعلا تظاهرها تبقى زي امه ولا تهديد. فاذا قال تهديد يبقى كفرت. كفرت يمين اطعام 10 مساكين. لو هو يقصد الحقيقة الظهار يبقى بقى هنا يصوم 60 يوم لم يستطع يطعم 60 مسكينة. والله لو مش سمعنا بقى انت تبلغيه اياد، وارجو انك توضحي له المساله وهو ضميره مع الله سبحانه وتعالى. بتسال عن البورصه الاوراق الماليه، التعامل معها حلال ولا حرام ولا في تفصيل؟ نعم فيها تفصيل. البورصه فيها اسهم وفيها سندات. الاسهم جائزه على شرط ان تكون هذه الاسهم لشركه ليست لعمل ليس بمحرم. يعني ينفعش انا اسهم لشركه تتاجر في الخمور او تنتج الخمور واقول دي اسهم. لا، هذه محرم، لا يجوز. اما السندات اللي هي لها ريع ثابت فهي كقروض البنوك، يعني هي ليس لها علاقه بالربح والخساره، انما هو السند، انت معك سند بتصرف عليه فائده ثابته، فهذه لم يجوزها اهل العلم. الله اعلم. بس شرط البورصه اللي هي الاسهم انك بتشترك في شركه يكون التجاره بتاعتها او العمل بتاعها اصلا مشروع حلال. ده صحيح، مش حاجات محرمه. نعم. والا كده تعاونت على الاثم والعدوان معها بفلوسك. يعني ايوه. في اضافه معلش اخرى ذكرت ايضا ذكرها اهل العلم ومهمه جدا، الا يدخل البورصه على ان يحتكر ويضرب في الاسعار. يبقى ده محتكر هنا والمحتكر خاطئ كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. لكن احنا بنتكلم على اللي هو بيشتري اسهم على وغير محتكر. لكن في ناس بتدخل بقى الحيتان الكبيره، بيدخل ويشتري ويشاع بين الناس في جو البورصه انه ناس متخصصه في الكلام ده، ان الشركه دي اسهمها بقت كذا. صحيح. ويبيع ويشتري ويبيع، لا ضرر ولا ضرار، الصوره دي غير جائزه. غير جائزه. الوديعه. كل قرض جر نفعا فهو ربا. يعني برضو نوضح بكلمتين، يعني أيوة هتحط فلوس وديعة في البنك، شكل الوديعة الحلال والحرام. الجائز منها هو أن تكون على الربح والخسارة. يعني أنا وضعت مالا زي ما أنا بالضبط حضرتك أنا أشاركك في تجارة. فأنا أعطيك مالا مرابحة أو مضاربة، فأنا أعطيك مالا وعلى أن أشاركك في الربح والخسارة. لكن لو أعطيتك مالا وقلت ماليش شأن تديني 100 جنيه كل شهر وانت تكسب تخسر مالناش دعوه، هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. والله. نعم. اللقطه بتلاقي فلوس بسرعه برضو، احنا معانا اتصالات. نعم. نزلت من اتوبيس مره لقت 100، مره لقت يعني رزقها تحت اقدامها يعني، فده بقى رزقها ولا مش رزق؟ طيب كنا زمان لما نلاقي حاجه رزقكم في السماء وما توعدوه. لا، دي لقطه وده امرها شديد. النبي عليه الصلاه والسلام امر بتعريفها سنه. تعرف سنه، هي لا تتملكها انما هي تعرفها سنه. طب هي لقيتها في الاتوبيس تعمل ايه؟ مظنت ده ايه؟ تروح للمفتش اخر الخط، تروح للمفتش ولا تعطيه المال، ولكن تقول اعطي وجدت مالا اوصفه كذا وكذا وده تليفوني، او تكتب ورقه عند اخر الخط او ورقه في الاتوبيس اللي وجدت ده وتخبر السواق ان هي تملك هذا المال لمده سنه. لبعد سنه بقى لو ما جاش صاحبه تتصرف فيه، فان جاء بعد السنة تخبره
انها اما لو تصدقت، لا ان تتصدق او تتصرف فيه، فان تصدقت هو تخيره اما ان ترد له المال او يرضى بالصدقه، ان انتفعت هي بالمال وجاء بعد 3 سنين 4 سنين ترد له المال، لكن متى تنتفع الحد؟ بعد سنه. بعد سنه يعني اللقطه من التعريف. دي مش لا دي مش نقطه يعني، عشان كده هو قاله ايه؟ ان لم تستطع ان توفي حقها سيبها. يا ما انت مش هتقعد سنه وانت مش عارف تعمل ايه؟ قال لك سيبها. ده افضل. والله اخونا محمود سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. دلوقتي عندي بنتي في الجامعه. بتتجوز؟ لا بنتي في الجامعه. في الجامعه. في الجامعه. الجامعه. ربنا يبارك فيها. وتتجوز برضو ان شاء الله. نعم. ان شاء الله. طبعا الاتصالات والنظام التليفون وال اللي ماشي على الشباب. الفيس والموبايلات فعرفت شاب مثلا مدة سنة واثنين وثلاثة. طبعا ما جاش اتقدم لنا. كل ما يجي طبعا انا كل ما كنتش اعرف. كل ما يجي خاطب 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 تقول لا 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 ترفض ترفض ترفض. فيجي واحد خاطب، فبعد ما يجي وجرينا فاتحة وفجنة قالت لا انا رافضه. طب في البدايه قالت ماشي هاتوا ماشي، وبعد شويه قالت لا انا رافضه. ايه السبب؟ قالت في شخص ثاني. طيب جابت الشخص الثاني، اتصلت عليه ويجا. طبعا بعد ما اتفقت مع الناس الاولانيه يبقى الطرف الثاني ده اللي هو الشخص الاولاني يجي، مش في اي ميزه مثلا انه يخطب حد او كده، يعني ما عندوش بيت ولا عنده مهنه ولا عنده مجرد اي شخص عادي، يعني ما عندوش دخل ثابت، يعني ايوه شغال مسجون، ما عندوش كفاءه للزوج يعني. فرفضته من باب ذلك، قلت له انت عندك مكان تتجوز فيه؟ لا. عندك مثلا دخل ثابت؟ لا. طب جاي ليه؟ عشان الحب. عشان ايه؟ عشان بيحبها. بيحبها بس يعني. طيب البنت متماسكه بيه. فالمهمه طبعا اي واحد هيرفض عشان الكلام ده. واحد مثلا عشان الحب وخلاص. طب انت عندك ايه مثلا؟ مكان؟ ما فيش مكان. ما فيش حاجه مثلا الزوجيه. هو لسه طالب في الجامعه زيها ولا خلص؟ هو راكب عربية بتاعت أجرة بتاعت واحد شغال مع واحد يعني. شغال مع واحد يومية كده. لكن فيش عنده أي إمكانيات. ما عندوش مكان يسكن فيه. يعني أنت سألته طب عايز تتجوز؟ إحنا موافقين، بس إيه إمكانياتك؟ قال لك مفيش. قال مفيش حاجة، وهو جاب أهله ويجوا. طب أهله أنتوا حدكم مكان تتجوزوا فيه؟ قالوا لأ. طب حدكم استعداد تتجوزوا له مكان؟ قالوا لا، ممكن هو يتأجر مكان. طب ماشي، هو يتأجر مكان، المكان ده عنده دخل يسدد الإيجار بتاعه؟ قال ما أنت هتساعده. والموقف انتهى على إيه يا حاج محمود؟ انتهى دلوقتي يا عم الشيخ، إن أنا خطبت لها الشخص الثاني، واتفقنا وجبنا شبكة. طبعًا هي كانت مجريانة في المواضيع على أساس إيه؟ خلاص اللي انت شايفه، ومشيت على هواه. تمام. لغايه ما كتبنا كتاب حاليا. كتبنا الكتاب، راجع دلوقتي رفض رفض تماما، وبعتت للشخص اللي هو كاتب كتابها ده، اتصلت عليه قالت له تعالى طلقني دلوقتي انا مش موافق عليك. هل هي لسه على صله بالولد الاولاني ده؟ ما انا بقول لها عائلك صله بيه، تقول لا. فاتضح لي النهارده ان هي لسه على صله بيه. اكيد طبعا لسه بيلعب بدماغها. لسه على صله بيه. طب سؤالك يا حاج محمود، قول لنا السؤال يعني، ولا انت بتستشير؟ انا اذنبت مثلا في حقها كده. اصل هي بتقول انت كده غصبتني على الجواز. غصبتني. وانت دلوقتي قاسم وكده طيب. انا قاسم في الكلام ده، وايه اللي اخطات فيه بالنسبه في حق بنتها وكده.
ماشي، حاضر حاضر، ربنا يصلح الحال يا رب العالمين. يعني هنجو... أفسخ خطوط، يعني أسمع الكلام وأطلقها من الشخص اللي هي كتب كتابها بنعقد عليها. حالا الشيخ هيجاوبك. حاضر حاضر، ربنا يبارك فيك. أم عبد الرحمن السلام عليكم. أيوة. تفضلي. عليكم السلام. معاك يا أم عبد الرحمن. أيوة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أنا سامعك بس وطي التلفزيون بعد إذنك، اسمعينا من التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام. فضلت الشيخة المطلقة بقالي 12 سنة. وأبوها ما بيصرفش عليهم خالص. نعم. عندك أولاد إيه؟ ثلاثة، فما فيش دخل. فإحنا يعني عمالين نحل الواحد يصرف عليهم فما بيرضاش، فمش عارفة أعمل معاه إيه. فيش حد تدخل يعني يقول له ولادك ما يعني؟ لا احنا تزوج بقاله 12 سنة وما يعرفش حاجة عنه. من 12 سنة ما كانش بيصرف عليهم خالص؟ لا والله العظيم. بتصرفي منين؟ في نفقة؟ في نفقة متقطعة. في نفقة؟ لا في نفقة اتقطعت. نفقة اتقطعت يعني؟ ايوه. عشان ساعة ما شالوا الحكم بتاع مجرد بقى ما بيصرفش فمش عارفة بقى. وبيجيش يشوفهم مثلا او بيشوفهم باي شكل؟ لا والله هو موجود حتى معنا في نفس البلد ومتزوج يعني واحده قريبه ليا. ما بيصرفش عليه. طيب سؤالك؟ بقول يعني ده حلال ولا حرام؟ مش عارفه يعني، حب الله ونعم الوكيل. بس انت جاوبتي نفسك اهو. طيب انا بقول لك وعايزك برضو تدعي لابني عنده 17 سنة لسه يصلي بس مش عارف يعمل. اسمه ايه؟ اسمه احمد. سمعنا ولا بره؟ ايه؟ هو موجود ولا بره؟ دمت... ابني انا لا مش موجود والله. طيب قولي له العالم الاسلامي كله سمعنا واحنا بندعي، كل الناس بتدعي لك يا احمد. حاضر حاضر. امين يا رب. حاضر، ندعي له وندعي لاولادنا واولاد المسلمين اجمعين يا رب يهديهم ويصلح حالهم يا حي يا قيوم، ويعني يرده الى الحق والخير ردا جميلا يا رب العالمين. هاخد دي ام عبد الرحمن. في حد معانا تاني على التليفون؟ طيب خلينا دي الوجيعة الكبرى يعني في مجتمعنا. مطلقة من 12 سنة وسب لها الأولاد وتزوج في نفس البلد وبتاعه وكلام زي كده، وكأن يعني هو خلاص طلق دي كأنه طلق العيال كمان معاها للأسف، وده وجيعة بتجيلنا كتير يا شيخ متولي في الأسف يعني. فهي بتقول الموقف ده يعني حرام ولا حلال ولا يعني زي ما انت سمعت؟ أيوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا واضح انه حرام، وهذا ليس من على سبيل الفتوى بقى، انما ده من باب الطرح يعني. النبي عليه الصلاة والسلام قال يكفي المرء اسما ان يضيع من يعول او من يقوت. والابناء في يعني ايه كفى او يكفي يعني؟ شوف ده لا يوجد اسم يكفي، ان لم يفعل الا هذا الاسم يكفي. يا الله يعني شوف بقى اسم قد ايه موضوع صعب. انه مسؤول عن ابنائه. الطلاق شيء، هو خلاص بالطلاق انفصل عن زوجته، لكن ابناء ابنائك وستسال عنهم بين يدي الله سبحانه وتعالى رعايه ونفقه وكل شيء، فانت الاب والطلاق لا يقطع العلاقه، فلا شك انه مرتكب كبيره من الكبائر. الغريب ان تلاقيه اتجوز واحده تانية وخلف منها وتلاقيه ينفق حنين قوي مع ده، هو قلبه واحد وقاسي جدا مع اولاده الاولانيين. بتفسرها ازاي يا مولانا؟ ما هو سبحان الله يعني هو ما فيش دين وحتى ما فيش ضمير، والضمير من الدين. يعني انسان انت كيف انجبت ابناء ثم تتركهم هكذا؟ يعني الام دي تنفق عليهم منين؟ يعني بقى سايبها 12 سنه هتنفق عليهم منين؟ فاحنا لو كان يسمع، لو هي دي مش مراته سمع ان في ارمله الناس هيساعدها تجمع، مش كده يساعدها؟ احنا يعني الله سبحانه وتعالى ندب الى الصدقه، يعني والنبي عليه الصلاه والسلام ندب الى الصدقه، فما بالك انت؟ ده انت واجب عليك ان تنفق على ابنائك وان ترعى ابنائك، وانت قصرت في ذلك فستسال بين يدي الملك سبحانه وتعالى على ذلك. ونحن ننصح كل من كان على شاكله هذا، يعني ليست هذه حلقه فرديه، لكن ده المجتمع مليء بهذا، مليء بهذا. يطلقون ثم يلقون الأبناء وتربي الأم، تربية الأم في ميزان حسناتها وتخلي الأب في ميزان سيئاته، إلا أن يشاء الله شيئا سبحانه وتعالى. كفى بالمرء إثما. أيوة. وضحت لنا مسألة خطيرة. الحاج محمود السؤال اللي قبلها زي ما حضرتك سمعت
البنت اتعرفت على وجيعة على تانية شاب برضه. وجيعة كبيرة وموجود للأسف، وبالتالي جالها عرسان كتير، رفضت لحد ما وافقت على واحد او جه الاولاني ده. طب اتفضل، فتحنا لك البيت، طلع جاي يشرب شاي ويمشي لا يملك اي شيء ولا اي باءة ولا اي حاجة. واهله زي ما حضرتك سمعت، يعني هو برضو عيني الاب متحرك، خايف يكون ان هو اكرهها لاني عايزة تتطلق من كتب كتاب. ماذا يفعل؟ والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا كنا نحتاج نسمع رأي البنت، حتى اصل دي قضية نحتاج نسمع رأي البنت. يا ريت الأب في المرة القادمة يأتي لنا بابنته وتسألنا على التليفون، أبوك اختار لك المكافئ لك وأنت رفضتي. نعم، لا يجوز شرعا أن يعني يغصب الأب على ابنته، إذا رفضت خلاص يبقى هو يأسم بذلك. أنت شايف كده أن ده أب بيسألنا متصل بيكره بنته؟ لا، هو لم يكره، هي فقط بس اللي بتحبه وتفضل جه، هو فهم أن هي بتمشي الأمور، بتمشي الأمور. إحنا بس عايزين نسمع رأي البنت. إذا كان هو على مواصف الأب، قال له ما عنديش شقة وما عنديش مهر ما عنديش وظيفة، فإحنا عايزين نسأل البنت، يا ريت تجينا على التليفون في الغد إن شاء الله تقول لنا على أي أساس أنت توافقين على ذلك. يبقى عقلك في حاجة، فنسمع منها الحب. الحب يا مولانا، ما هو الحب، الحب أعمى. أعمى طبعا. الحب ليس معناه إن أنا أتزوج من شاب لا عنده وظيفة وهي جامعية، حتى يعد يقول طب أنا هعمل جامعة. يعني إحنا نسمع تفاصيل. أنا أظن إن هو وعد، أصلا ما حدش يروح بيت لا يعد. فأنا عايز أسمع رأي البنت لو هي تقدر تتصل بينا أبوها حتى نحكم بينهم بإذن الله. أنا سعيد برأيك ده، عشان برضو إن البنات ما يفتكروش ان احنا بنقطع رقبتهم، يعني لا، نسمعهم. نسمع. ربما يكون وجهة نظر. والاب برضو قلبه مفتوح لبنته، عايز لها الخير في كل الاحوال. لكن هو لو هو دلوقتي اجبرها يعني خلاص طلقها من ده، يعني هو بيسأل برضو، دي الجزئية الاخيرة. يعني لو رفضت خلاص لا يجبرها، من ناحية الشرعية لا يجبرها على الزواج ممن تكره، لابد ان تستاذن كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. فيتم لا يتم طبعا العقد، ثم بس ينظر بقى في اللي هو متقدم لها ده. نعم، احنا مواضيع الطلاق للاسف كتير. امراه مطلقه لظروف خاصه، لكن لا تزال تحمل في قلبها لطليقها مشاعر حب، يعني فهي متحرجه، هل عليها اثم وزر في هذا؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء أو كيف ما شاء. فالقلب ليس ملكا للعبد، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فأنا زوجة تزوجت لمدة سنوات ثم طلقت لسبب ما، فمحبتها لزوجها تظل في القلب ولا تخرج. هي تحاسب لو أن خرج ذلك، فتكلمت معه، تحدثت معه، أظهرت ذلك لهم، فهنا تأسم. لكن إن كتمت ذلك في قلبها فلا شيء عليها، بل أنا أرى أنها مأجورة لأنها تعاني. وطبعا في حديث نشير إلى أنه ليس بصحيح، اللي هو من عشق فكتم فمات شهيدا، اللي هو هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ده الإمام ابن القيم على ما أعتقد، يعني اسمح لي، يعني صالة وقال مع الحديث ده في زاد في غزة اللهفان وفي روضة المحبين ونزهة المشتقين. لكن هو لم يصح، لكن هذا الحديث ليس صحيح. الصح عند بتوع الأغاني وشهيد الحب وخلافه. طب الشاب اللي هو فضل يقترض بأمواله وبتاع ويعتدي على أموال أهله وإخواته، المهم وصل به الحال إلى أن سجن. كن أهله بقى اللي هو يعني اعتدى عليهم وسمعش كلامهم وظل يعني يفعل ما يفعل، يسيبوه في السجن ولا يحاولوا يخرجوا، هل يأثمون في ذلك؟ والله ينظر لهذا الشاب، يعني هل هذه أول مرة؟ الواضح أنها ليست أول مرة. هذا يعني اعتاد ذلك، فإن اعتاد ذلك وأرادوا أن يؤدبوه حاولوا معه مرات ومرات وهو مصر على ما هو فيه، فتركوه من أجل أن يؤدب في السجن، فأرى أن ذلك يعني من باب التأديب ولا إثم عليهم. لا إثم عليهم. طيب لو شاب سهران بيذاكر، ربنا يبارك في أولادنا وأولاد المسلمين أجمعين، والشباب عادة بيحبوا يذاكروا بالليل لحد الفجر أو شيء من هذا القبيل، وصلى العشاء وبتاعه وبدأ مذاكرته وكان على وضوءه واستمر بيه الليل،
حتى أذان الفجر هو على نفس الوضوء، يصلي يعني الفجر بوضوء العشاء؟ لا مانع طالما لم يحدث، يصلي الفجر بوضوء العشاء، وإن كان الأفضل أن يجدد الوضوء. وما روي عن الإمام أبي حنيفة أنه ظل 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء لم يصح ولم يثبت. والدته قالت له يا ابني انت قوم اتوضى، لا انا متوضى من امبارح. من اللي قالت له من امبارح؟ لا ده احنا في يوم جديد. فما ينفعش، عشان كده بيسال. لا طالما لم يحدث وهو على وضوئه فخلاص ده شيء عليه، لكن احنا ننصحه قوم اتوضى تنشط وخطاياك تنزل منك وتذهب الى الصلاه وانت نشيط كده ويعني يوم منتبه يعني. نعم، لكن الصلاه صحيح اذا صلى الفجر. نعم صحيح. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات كلها بوضوء واحد، حتى عمر قال يا رسول الله انت فعلت شيئا لم تفعله من قبل، قال فعلت ذلك يا عمر لأبين جواز ذلك. انا وقت انتهى دكتور وانا بستمتع معك، عايز يعني ما اعرفش السرقه دي تجوز ولا اسرق من المخرج دقيقه واحده. نقسمها انا وانت. امراه تشرب الشيشه امام زوجها واولادها، فما الحكم؟ باجابه مختصرا فصلها في لقاء اخر. اتفضل يا دكتور. نعم. هذه سمه وشرب الشيشه والدخان حرام. فهذه آثمة وتفعل ذلك وهي قدوة أمام زوجها وأمام أبنائها، فعلى زوجها أن يمنع. على زوجها أن يمنعها. نعم، ولا القوامة. لا القوامة. وإن كسر الشيشة لا حرج في ذلك. لا حرج في ذلك. زوجته قائم عليها. الله ما كنتش احب اختم بهذا السؤال، بس هذا من عموم البلوى اللي بدات تظهر في مجتمعنا. دكتور متولي البراجيلي، بسعد دائما بقائم معاك وبستمد يعني طاقه نور وفقه وخير وبركه انا والساده المشاهدين جميعا. اسال الله ان يسعدكم وان يفقهنا واياكم في الدين، وان يملا بيوتكم سعاده ورحمه وبركه، ان يبارك في ابنائنا، وان يظلنا في ظله يوم لا ظل الا ظله يا رب العالمين. تابعونا دائما في اهل الذكر، تجدون ما يسركم وما يجيب على اسئلتكم وما يفض حيرتكم. اسال الله ان يطيب اوقاتكم بكل خير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما فاسألوا أهل